السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 هو اليوم 14 يناير 2024 على ملعب فيليكس. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وتنطلق سافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية. أما القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023 هي قنوات بين سبورت الناقلة الحصري في أفريقيا والشرق الأوسط، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق على قناة بين سبورت 1 بتعليق علي محمد علي. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. ما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟